العافية يا شباب، معكم توني نصر الله بفيديو جديد على قناتي على اليوتيوب Learn Civil 3D by توني نصر الله. بهذا الفيديو نحن كمان بعدنا عم نحكي عن البارسلز، وعم نحكي عن يعني عن الافراز، تقسيم الاراضي، حكينا عن الادد، حكينا عن رينمبر، حكينا كيف نجيب دروينج نحوله نحن لبارسل بالسيفل 3D. هلا بدنا نحكي عن شيء اللي هذا كثير مهم، اللي هو الاكسبرشنز اند كلاسيفيكيشن. شو يعني اكسبرشنز وكلاسيفيكيشن؟ يعني مواصفات العي ار وتصنيفاته لهذا العي ار. خلينا نعتبر نحن مثلا بدنا نقول هذا العي ار يمتلكه فلان الفلاني، رقم تليفونه هالقد، او بنقول هذا العي ار مبيع ولا ما مبيع، هو كلهم سواء نفوتهم لمره واحده فقط وبعدين احنا بيتعدل عليهم. فينا كمان الاكسبرشنز فينا نستعمل شيء معادلات حاسبيه، يعني فورمول معينه. لانه ليش مثلا نحن انا هون بهذا مشروع ظهر المغاره، انا هون عندي تله اخذ فيو، في طبيعه الحال سعر المتر هون راح يكون مثلا اغلى من سعر المتر هون بالوادي. فهون انا فيني حط كل عي ار مواصفاته قديش، قديه سعره، قديه بيسوى الفاليو تبعه حسب مساحته، كمان بالتصنيفات وبالاكسبرشن، يعني بالاكسبرشنز وبالكلاسيفيكيشن. طيب انا عاده اذا بدي اجي اشتغل مثلا طلع عي ار رقم 10، جيت على البارسل بروبرتي، جيت لهون على محل اسمه يوزر ديفايند بروبرتي، اذا عم تنتبهوا عم يضوي لي الكلاسيفيكيشن، عم يقول لي نون ورجع يخطفه. هو مفروض ما بعرف اذا بس عندي هيك مفروض يبين لي اللي بيجوا باي ديفولت انه ثلاث اشخاص، خليني انا سكر وانا بدي اعبي له كلاسيفيكيشن من عندي. كل اللي بيجي بعمله انا بيجي على السيتنج، بيجي على هون بنجي من التول سبيس، يعني على السيتنج بنجي على شيء اسمه بارسل يوز ديفاين بروبرتي، ننزل على unclassified، بكبس عليها رايت كليك بقول له اول مثلا كلاسيفيكيشن بدي احطها، انا بدي احط الاونر، يعني الاونر المالك، مين مين المالك. البروبرتي فيلد هو سترينج لانه احنا بنكتب كتيبه. ديفولت فاليو انا ما فيني ديفولت فاليو، اذا انا هلا بعد ما بعرف مين المالك بحط مثلا انا هو 4 5 زياد وبسكر. بيجي كمان رايت كليك، اذا هون بتنتبهوا نزل عندي اول كلاسيفيكيشن هو الاونر تحته. طيب بيجي هلا انا مثلا بدي احط الكونديشن، كونديشن اذا منبيع ولا مش منبيع. كمان بعد ما بعرف زحت له الميل لهون هيك، شو بعد في عندي انا، شو بدي فيني احط رقم التليفون تبع المالك، رايت كليك نيو موبايل، موبايل نمبر، تمام كمان سترينج انا ديفولت فاليو بحطها مثلا هيك ولا ما بعرف. طيب نحن بالاي ار رقم 10. هلا نحن اذا بنرجع على رقم 10 بنيجي لهون بارسل بروبرتي بين لنا الكلاسيفيكيشن. طيب انا الاي ار رقم 10 ليتس سي انا اللي بمتلكه ليتس سي توني نصر الله، هذا الاي ار صيد غنى ولا صيد فقر، توني نصر الله هذا الاي ار. الكونديشن خلينا نقول انه paid، انه دافع كل المصريات واسم الله توني معه مصاري هيك، ورقم تليفونه اللي هو بحط رقم الواتساب انا 7 6 1 7 5 10. اوكي بيجي انا هلا لهون هيك، هيدا رقم 10. جيت انا هون على البارسل، بارسل بروبرتيز طلعهم بالانفو باليوزن ديفايند، صرت اعرف انه هيدا العي ار بيمتلكه توني نصر الله رقمه هالقد. فيني كمان هون انزل الاريا انا بالكونديشنز بالكلاسيفيكيشن، يعني انا ما بتعرف كثير قصص فيني انزلها. تمام يا شباب، هيك هيدي بنمشي عليها لكل عي ار، وبعدين بصير ينطلب مني مثلا فينا يمكن بالمشروع يقول لك طلعنا ليستا بالعيارات اللي مش منبيعه، بصير فينا نطلع مثلا بدي انا بالرسم بدروينج بدي هاتش للعيارات اللي منبيعه ببينوا، او كلهم راح نقطع عليهم هلا. اوكي يا شباب، عظيم. طيب انا جيبوا لي ليستا مثلا، اجوا قالوا لي هن هيدي الشقف من هون 23 للعي ار 23 لهالميله، هودي كله منبيعه، شو بدي فوت على كل عي ار عي ار واقول هيدا مبيع؟ اكيد لا، صحيح عم نفوتهم مانيول، بس اكيد في طريقه، والطريقه هي انا مثلا بيجي بكبس على هيدا العي ار، بيجي هون مالتي بارسل بروبرتيز، فوت عم يقول لي هو specify start point or polyline، انا بدي اقول له عندي polyline سوري
سبيسيفاي بالله من هون. انا لو اني راسم بولي لاين قبل، انا كان فيني بيسوى ارسم بولي لاين من هون ماشي هيك وبقول له سبيسيفاي بولي لاين، بس اعمل له سلكشن بياخذهم. بس انا اللي عام رح اعمله هلا رح انقي هيدا مالتيبل بارسل بروبرتيز، رح اقول له انا اودي العيارات هن حسب الداتا اللي معي اياها انه من بعين. اوكي بقول له انتر. هلا هون بيفتح لي خانه، هذه الخانه عم يفتح لي اياها انتبهوا عم يقول لي 23 24 تبعته فلاشات 25 26 للاخر لكل الارقام اللي عملت لهم سلكشن. انا خلينا نرجع على اول وحده اللي هي كانت 23. راح احل له الكونديشن هاو دي سولد، بيعوا. بس انا بسال له هلا سولد بدي اياه ياخذ لي هيدي الكلاسيفيكيشن لكل السلكتد لوتس، لكل اللوتس اللي انا، لكل العيارات اللي انا عملت لهم سلكت. بقول له بصلوا على هي، بقول له يس. هيدي سيف، انا سيف لي اياهم عليهم كلهم. ابلايد ذا سيلكتد بروبرتي تو اول سيلكتد بارسلز. اوكي قلنا له سولد، عظيم. هلا انا جيت على العيار رقم 24 بين عندي سولد، على عيار 25 سولد صارت كلها سولد. اوكي بجبن انا اوكي. هلا حيلا عيار من هول اذا انا بقبس عليه هلا، حيلا عيار من هول اذا بقبس عليه انا هلا بقول له بارسل بروبرتيز ببين عندي سولد. هلا بس الاونر طبيعه الحال اكيد بفوتوا انا ماني، لانه كل عيار له اونر، كل عيار له رقم تليفون. فاذا هيدي الكلاسيفيكيشن، وهيك بتكون الكلاسيفيكيشن عندنا بالبارسل. هلا بدنا نحكي عن شيء اسمه الاكسبرشنز. الاكسبرشنز هي مثلا مثل ما كنت عم بحكي قبل، عم اقول لكم فوت معادله حسابيه فورمولا معينه ليطلع لي سعر العيار بالنسبه للمتر حسب اللوكيشن طبعا. اوكي يا شباب، طيب يا شباب هلا بس ما خلصنا نحن من الكلاسيفيكيشن نحكي شيء عن الاكسبرشنز. مثل ما نحن قلنا لكم نجي كمان على السيتنجز، نجي من السيتنج هون على البارسل، نجي نحن على الليبل ستايل. لا هي موجوده فبنجي على السيتنج، نجي على شيء اسمه بارسل، نجي على شيء اسمه ليبل ستايل. هي موجود بقلب الليبل ستايل عن هودي الاكسبرشن بدهم يطلعوا معي. مثل الليبل مثلا انا العيار رقم 32 بدي اظبط له على الليبل تبعه، بدي اطلع له مثلا سعر المتر قديش، سعر الفاليو تبع العيار قديش مثلا قلنا بالليبل ستايل. نجي بالليبل ستايل نجي مثلا خلينا ناخذ مثلا الاريا، نجي من له اكسبرشن له رايت كليك منيو، منيو مثلا احنا البرايس، برايس خلينا له برايس 1. طيب هون بالاكسبرشن شو بدنا بالاكسبرشن؟ نحن بيجي بقول له انا خذ لي، بيجي على هذه الخانه اللي هون بيقسم علي بقول له خذ لي البارسل اريا واضرب لي اياه بسعر المتر. مثلا نحن اي عيار منقيين لنرجع نعيد، مثلا خلينا نعتبر نحن مع عيار رقم، خلينا نشتغل عيار رقم 10 اكسبرشن نيو قلنا نسميه برايس 1. نجي هون نقول له خذ لي مساحته اللي هي البارسل اريا، اضرب لي اياها مثلا سعر المتر فوق 150 دولار. طيب نقول له نحن اوكي. هلا ما نزل لي اياها لانه هيدي برجع بقول لكم شيء خاصه بالليبل ستايل، انا بدي اظهرها يعني. بيجي اديت بارسل ستايل، سوري بيجي بارسل بروبرتي، انا منقي هون البروبرتي، خلينا نعمل شيء اسمه كوبي كرنت سلكشن، هيدا خلينا نسميه برايس 1. بيجي انا هون على ال سوري وين نقينا نحن ديزاين سكشن بارسل سيجمنت، لا مش بالسيجمنت، فاذا نجي على 10 بنجي على بارسل بروبرتي، انا هيدي بدي اقول له كوبي كرنت سيلكشن، عملناها كوبي كرنت سيلكشن. خلينا نجي مثلا هون انا سميت وحده ثانيه بيزك كوبي ااا
نتركها بالبيزيك الكومبوزر هون البارسل نيم، نجي عليه لهون نحن البارسل نيم كل اللي بيجي عليه بيجي لهون نطلع نحن في عندي انا البرايس، يعني انا بعد ما خلصت هيدي حطيت لي هيدي بيجي هون بقول له نزل لي البرايس خد لي اياها لهون بقول له انا اوكي بقول له اوكي بس هون نزل لي اياهم على الكل. انا كنت عم جرب انه اعمل بس ليبل لواحد. هلا بالستايل بالفيديو الثاني بنشرح كيف بننزلها نحن الستايل لحالها وكيف بنظبط اذا عندنا هالشيور لعقارات من باعها ولا لا. ان شاء الله تكون عم تصير فيديو من الفيديوهات يا شباب، وبشوفكم بفيديو اخير اذا الله راد عن البارسل.